احتياج وزارة التربية والتعليم لمواجهة فصل الشتاء القادم العمل على صيانة شبابيك الفصول الدراسية، حيث تقدم 113 مدرسة تحتاج إلى صيانة الشبابيك للفصول الدراسية. رقم 2، مشروع أو برنامج كسوة الطلبة الفقراء، والمشروع يحتوي على 3 بنود رئيسية. البند الأول هو توفير ملء اللباس سويتر جاكيت للطلبة الفقراء. 2، توفير العمل على توفير حذاء للطالب خلال فصل الشتاء، بالإضافة لتوفير مظلة أو شمسية للطالب لسهولة وصوله إلى المدرسة بدون بلل، لسهولة تلقي الدراسة. حيث يقدر عدد الطلبة في مدارس الحكومة الفقراء ما يزيد عن 90,000 طالب. البند الثالث وهو المشروع توفير معرشات مع مقاعد للطلبة داخل المدارس الحكومية، حيث تقدر 57 مدرسة بحاجة إلى معرشات من هذا النوع. البند الرابع وهو العمل على تبليط ساحات المدارس وخاصة المدارس التي بها أطفال في المرحلة الابتدائية والإعدادية، وتقدم ب 23 مدرسة، حيث هذه المدارس خلال فترة الشتاء معرضة لفيضانات من المياه الأمطار داخل المدارس.